نجتمع اليوم بمبادرة وتنسيق من الإخوة في مركز تطوير الإعلام هذا الاجتماع وهذه الورشة التي تضم نخبة من الإعلاميين والأكاديميين المميزين والطلبة في جامعات الوطن. إن مثل هذه الاجتماعات تعزز التعاون بين الجامعات وتعمل على توثيق الصلة بين الأكاديميين والطلبة في جامعات الوطن. لقاء اليوم يعني جاء بالتنسيق والتعاون مع جامعة بيرزيت، جامعة بيرزيت الجامعة العربية الأمريكية وجامعة النجاح وجامعة خضوري. الهدف منه عرض المساقات، مساقات الإعلام التي تم إنتاجها ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإعلام. هذه المساقات ربما سيتم تبنيها من قبل أقسام الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وهي جهد استمر لمدة 3 أعوام ضمن 80 شريك عملوا على إنجاز هذه المساقات لتكون بين أيدي الطلاب، طلاب الإعلام في الجامعات الفلسطينية. إحنا اليوم هنا ضمن عملنا ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإعلام الفلسطيني بشراكة مع الفريق الوطني اللي هو ضم 85 مؤسسة وطنية أكاديمية وإعلامية على رأسهم نقابة الصحفيين الفلسطينيين وأيضا مؤسسات حقوقية وأيضا مؤسسات مجتمعية. والهدف اليوم إنه إحنا نلتقي مع جامعات النجاح الشركة اللي هي جامعة النجاح الوطنية وطلابها وأساتذة الإعلام فيها، وأيضا جامعة الجامعة العربية الأمريكية بالطلبة والأساتذة، وأيضا طلاب خضوري. وكان عندنا إصرار إنه إحنا نكون لقاء هنا هان في طول كرم ونلتقي مع طلبة الإعلام ومع أساتذة قسم الإعلام الجديد نسبيا والعريق كخضوري تاريخيا، بهدف إنه إحنا يعني ندرس انضمامهم للفريق الوطني وشراكتهم ونشوف احتياجات الطلبة فيما يتعلق بالمساقات. هذا الندوة أو هذا المؤتمر هو حقيقة جهد مشترك بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الوطنية تعتني وتهتم بالإعلام، على رأسها مركز تطوير الإعلام وجامعة بيرزيت والجامعات في بيرزيت وجامعة النجاح الوطنية وجامعة الجامعة الأمريكية. كل هذه مجتمعة نحاول في طريقة أو بأخرى وجد آلية وبرنامج مشترك لتطوير الإعلام وتثقيف وتطوير العمل الصحفي للطلبة الجدد والقديمين.